والآن مع أخبار الطقس. في وقفة ثالثة وأخيرة يستعرضها لنا رجاء رمزي، لك مرة أخرى رجاء. شكرا محمد، شكرا هبة. مجددا مشاهدينا أخبار الأرصاد والجوية في هذه النشرة الجوية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والواجهة البحرية والسواحل الشمالية، وأيضا شمال الصعيد مائل الدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء. وعن الظواهر الجوية، فتتكون شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب صباحا على بعض الطرق من وإلى القاهرة الكبرى والواجر البحري، أيضا السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. هذه مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. طبعا نبدأها بالقاهرة العظمى، فيها 18 صغرى 10، الأسكندرية 18 12، أما مطروح 17 11، بورسعيد 19 12، الإسماعيلية العظمى فيها 19 10. أما محافظة السويس العظمى فيها 18، الصغرى فيها 11، العريش 18 10، طابة 17 9، شرم الشيخ 22 14، أما الغردقة 21 13، محافظة الأقصر 21 العظمى فيها، أما الصغرى ف10، أسوان 23 11، الوادي الجديد 20 7، شلاتين 25 15، أخيرا حلايب 23 16. والآن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.